السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. زملائي الأعزاء، بإذن الله اليوم عندنا موضوع جدا مهم راح نتكلم عنه، ألا وهو الـ Occupation Safety and the Management of the Occupational Exposure. في البداية لابد نعرف زملائنا بأنه هذا موضوع جدا مهم، لأنه هو يتكلم ويهم زملائنا الممارسين الصحيين داخل المنشآت الصحية، اللي هو من الواجب انه يتم المحافظة عليهم وعدم حصول اي عدوى لهم لا قدر الله، وايضا عدم حدوث اي تفشيات ما بين الممارسين الصحيين. طبعا السبب، او يوجد اسباب كثيرة زملائنا اليوم عشان او ادت الى انه احنا نعمل هذه المحاضرة. الجزء هذا مثل ما ذكرت هو جزء مهم جدا. في الايام الماضية او في وقت ماضي لا قدر الله كان عندنا بعض او حدث عندنا بعض الاوت بريك الخاصه بالممارسين الصحيين، وصلت عندنا بعض الحالات في بعض المناطق الى 18 و20 حاله شملت داخل هذا الاوت بريك او داخل هذه التفشيات، من ضمنها اللي هو الشيكن بوكس، الميزلز، كل الأمراض هذه رصد التفشيات بين الممارسين الصحيين في الأيام الماضية في بعض المناطق. لكن للأسف زملائنا أنه حصل عندنا لما نجي للتقييم وجدنا أنه في بعض المنشآت في بعض المناطق تم تقييمها بشكل جيد فيما يخص الأوكيوبيشنال هيلث، وكان اللي هو السكورينج تبعها ممتاز او في المستوى المقبول، ومع الاسف حصل اوت بريك في هذه المنشآت الصحية، ومما يدل على انه احنا عندنا اشكالية في بعض المناطق من بعض الزملاء في الطريقة الصحيحة للتقييم، وتم تقييم هذا المعيار بشكل خاطئ، تم اعطاء نظرة مطمئنة داخل هذه المنشآت الصحية، وحدثت الاوت بريك والتي هي تنافي وتعارض صحة اللي هو التقييم. ايضا عندنا بعض المنشآت حصل فيها بعض التفشيات والاوت بريك بين الهيلث كير وركر او بين الممارسين الصحيين، وايضا كان في تقييم واضح بانه يوجد لدينا ديفكت فيما يخص الامبلويد كلينيك داخل المنشات الصحيه هذه. مشكورين الزملاء، تم رصد في ديفكت ونقاط ضعف، ولكن للاسف انه لم يتم العمل بشكل صحيح على الاكشن بلان او الكوركتيف بلان ما بين المديريه، وايضا الجزء المهم جدا اللي لازم نركز عليه اللي هو التجمع والجزء التشغيلي اللي لم يتم عمله لهذه المنشآت الصحية وحدثت عندنا فيها اوت بريك. فاذا لابد نعرف بانه التقييم مثل ما ذكرنا يعطينا نظرة واضحة عن المنشأة الصحية، لازم يكون بشكل دقيق عشان نعرف هذه المنشأة وين احنا او اللي هو البيز لاين او اللي هو البنش ماركينج تبع هذه المنشأة الصحية. وايضا لابد اذا كان عندنا اي نقاط ضعف تخص الامبلوي هيلث كلينيك او اللي هو الامبلوي هيلث بروجرام داخل هذه المنشاه الصحيه، يتم معالجه هذه الاشكاليات ونقاط الضعف من اجل ما يحدث عندنا اوت بريك مثل ما حدث في بعض المناطق. واعتقد منكم كثير من الزملاء اشتغلوا على هذه التفشيات يسمعونا الان. دور التجمع مهم جدا، التجمع هو الدور التشغيلي عنده، الاكشن بلان والكوركتيف بلان عند الزملاء في التجمع، تابعتها مع الزملاء من اجل اللي هو العمل اللي هو الكوركتيف بلان بشكل صحيح ومعالجه نقاط الضعف. زملائنا اللي قيموا البروفيشنال هيلث وقيموا المنشات الصحيه بالشكل الصحيح مشكورين. لم يتم رصد اي اوت بريك خصوصا في الاوكيوبيشنال هيلث بروجرام داخل هذه المنشآت اللي هم اوريدي ادوا الى او عملوا التقييم بشكل صحيح، ومشكورين الزملاء. فلذلك لابد ناكد مره اخرى، احنا لما نقيم انفكشن كنترول اوديت فور ذا هوسبيتال نتاكد
انه التقييم يكون بشكل صحيح، نوعدكم من هنا ورايح ان حنركز على كل المواضيع من اهم المواضيع اللي احنا حنتابعها بشكل جدي ودوري، الاوكيوبيشنال هيلث وطريقه اللي هو التقييم. اليوم حنتكلم عن الاوكيوبيشنال هيلث، اسمحوا لنا بشكل مفصل. حنعطي نظره في البدايه عن الاوكيوبيشنال سيفتي والمانجمنت، بعد حنبدا نتكلم عن اللي هو الستاندرد والاليمنت وطريقه التقييم هذا المعيار. ما راح نسلف بشكل كبير في هذا المعيار، ولكن بنفس الوقت حنعطي الوقت الكافي لاعطاء المعلومات اللي نقدر نقدمها. اتمنى من الزملاء بس فقط لا غير انه كتابه الاسم والمنطقه في الشات من اجل اوريدي الحضور. نتمنى ان كل شخص دخل يكتب اسمه فقط، ما نحتاج انه يكتب اكثر من اسم، اسمك اللي دخلت في اليوزر عشان نقصدها زي كذا. الزملاء اللي حاب يحضر احد ما نحتاج انه تحضير الزملاء الاخرين، نحتاج فقط انه انت عن طريق اللي هو اليوزر اللي دخلت انه تحط اسمك. اللي حاب يدخل عشان حضر حيدخل معنا باليوزر تبعه، لن يقبل اي اسم او اكثر من اسم في الايميل الواحد. شاكر مقدر لكم. طبعا حنزودكم بعدين بالحضور باذن الله من زملائنا في المناطق. طيب today the outline for us inshallah will be talk about the pre-employment assessment and the management. حنتكلم already عن ال vaccination واعتبر very important the vaccination, and also will be talk about the post exposure management, and the last it is the infection control audit. We will just talk about the part, or حنتكلم فقط عن part تبع ال employee health clinic. ال pre-employment assessment and management لابد نعرف انه لابد انه يتم عمل ال assessment, ال pre-employee assessment لكل موظفين اللي هم الجدد. لابد انه يتم عمل بري امبلويمنت اسسمنت لكل الموظفين قبل مباشره العمل. طبعا البري امبلويمنت اسسمنت عندنا يتكلم عن امور كثيره، من ضمنها الفيزيكال اكزامينيشن، في منه جزء ميديكالي يتكلم عن الوزن والطول، السي بي سي، البايوكيمستري، البلاد انفستيجيشن، الامور هذه كلها. وايضا في شيء جدا مهم عندنا اللي هو تي بي سكرينينج، ات شود بي دان، اند اولسو الدوكيومنتيشن اوف ذا اميونيتي اند اميونايزيشن اوف فاكسينيشن. التي بي سكرينينج وي شود بي نو ذات ذا تي بي سكرينينج ات شود بي دان فور اول ذا هيلث كير وركر نيو، ذي شود بي do for them the TB screening. لابد من انه يتم عمل التي بي سكرينينج لكل الموظفين الجدد. لازم في بيس لاين الموظفين الجدد فيما يخص اللي هو التي بي. طبعا لما احنا نتكلم عن اللي هو طريقة عمل التي بي عندنا تو تايب التي بي، في عندنا اللي هو معروف بالإقرا أو اللي هو الانترفيرون جاما ريليز أساي، وهذا هو عبارة عن بلاد تيست، وهو يفضل أنه يستخدم داخل المنشآت الصحية. ولو تلاحظون الصورة، أنا حاط الصورة اللي هي طريقة عمل تحليل اللي هو الانترفيرون جاما ريليز أساي. وممكن يتم عمل التي في سكرينينج عن طريق اللي هو التي اس تي، او اللي هو معروف بالتو ستيبس تيوبركلوسيس سكين تيستينج. هو يعتمد على تو ستيبس في القياس، وايضا يتم اللي هو قياسه فيه ميجرينج حنعمله وحنشرحه بعد شوي. لكن we should be know that all new healthcare workers they should be have TB screening either by the interferon gamma release assay or by the two steps tuberculosis skin test. طبعا لما يتم عمل اللي هو TSD او اللي هو two steps test، لابد نعرف بانه
يجي هو له ديليوتد او له طريقه ديليوتد، هو حيصير عن طريق اللي هو انجكشن. It should be injection intradermally by inject 0.1 ml. It will be contain او تحتوي على 5 unit of اللي هو tuberculin. طبعا already solution now it is already ready made as the picture you can see موجود ومتوفر عندنا بشكل جاهز، ما يحتاج اول كان يصير فيها diluted وحل، الان already solution او اللي هو سكين تيست الاختبار موجود بتركيز موحد اللي هو مثل ما ذكرنا عن طريق حقن ال 0.1 ml وتحتوي على 5 وحدات من التوبركولين سوليوشن. بعد احنا ما بيتم عمل اللي هو الحقن انتراديرمالي لابد انه we will be wait for 48 hours until or to 72 hours. يعني بعد الحقن حننتظر مدة 48 ساعة من يومين إلى 3 أيام، أوكي، عشان نشوف الرياكشن is there any reaction or no. فبعد ما يصير في عندنا رياكشن أو بعد ما اللي هو انتهى 48 إلى 72 ساعة حنشيك مرة ثانية على الحقن الموضعي، حنتأكد إنه هل في رياكشن أو لا. لازم نعرف زملائنا بانه الرياكشن انه في عندنا شيء يسمى الهارد اريا سويلينج في اللي هو موضع الحقن. لما يصير في عندنا هارد اريا وتصلب في المنطقه، انتفاخ في المنطقه وتصلب، ايضا احمرار وانتفاخ، هذا هو الرياكشن. نبدا احنا نقيس اللي هو الرياكشن باستخدام المسطرة، وله قياسات حنتكلم عنها في السلايدات. لابد نعرف بأن الريدنس أو الاحمرار لوحده لا يعتبر رياكشن. The redness only it should be not considered as a reaction. Reaction it should be as hard area swelling and maybe will be have the redness. After that we will be do the measurement. بعد مثل ما ذكرنا انه صار عندنا رياكشن، احنا حنبدا اللي هو نقيس، حنتكلم عنه في السلايدات اللي بعده. لكن عندنا حالتين بناء على الرياكشن، we should have maybe positive skin test or negative skin test. If we have the patient or sorry the healthcare worker already is positive skin test، خلاص بناء على القياس already احنا حنحتاج انه نعمل additional تيست، أو اللي هو حيتم عمل اختبارات لاحقة لإحنا نحدد هل هو عنده latent infection أو infection TB disease. فبناء على القياس إحنا نحدد إيش حالة اللي هو الهيلث كير وركر، هل هو بوزيتيف أو نيجاتيف. إذا عندنا بوزيتيف أوريدي لابد إنه يتم عمل اختبارات أخرى من أجل تحديد اللي هو التي بي، هل هو انفكتد اوريدي انفكشن ولا ليتنت سابق ولا ستيل، فهذه كلها تحتاج الى تحاليل اضافيه. اذا هو اوريدي خلاص نيجاتيف، ما في عندنا اي رياكشن، خلاص اوريدي ذاتس مين الهيلث كير وركر اوريدي ما عنده اي اشتباه انه مصاب في التي بي. هذا فيما يخص اللي هو التي بي سكرينينج. طبعا التي بي سكرينينج له قياسات مثل ما ذكرنا، احنا يقاس باللي هو الانديوريشن داخل اللي هو السكن او اللي هو الرياكشن اللي حصل. انتم شايفين عندنا هنا يقاس بالملي متر، اما عندنا اوريدي 5 او اكثر فهذه تقاس نعتبر انفكتد للماء اللي عنده فاكتورز، هو هيباتايتس او اتش اي في انفكتد، عنده مشكلة أو الناس اللي هم عندهم organ transplant أو اللي هو تم نقل اللي هو زراعة أعضاء لهم. في عندنا المستوى الآخر اللي إحنا نقيسه بناء على الميجرمنت تبعنا والانديوريشن، إنه لما تكون 10 أو أكثر. نتكلم عن بعض الناس اللي هم مثلا جو من بعض الدول مثلا موضوع دول فقيرة، في عندنا اللي هم شغالين في المايكروبيولوجي لابراتوري بيرسونال،
هذه كلهم الاشخاص هذول هم اوريدي لما بيصير في عنده اوريدي رياكشن 10 ملي متر او اكثر اوريدي نعتبر انه اوريدي هو انفكتد حيحتاج الاديشنال. البيرسون او الاشخاص اللي هم اوريدي ما عندهم اي ريسك فاكتور تو ذي ويل بي هاف تي بي، قياس تبعهم حيكون عندنا اوريدي من 15 واكثر، احنا حنعتبر انه هو انفكتد وذ اللي هو تي بي، وبعد كده يحتاج الى اديشنال تيستينج او اختبارات اخرى لتحديد اللي هو تي بي. طبعا هذا انتم ممكن مثل ما ذكرتوا ترجعون له تشوفون تتاكدون انه ايش اللي احنا نحتاج، لانه انتم لما تلاحظون في عندنا اختلافات ما بين اذا كانوا زملاء اليوم شغالين في المايكرو بكتيريولوجي لابوراتوري، وايضا اللي هو لانهم يعتبرون هم ريسك فاكتور، وايضا الاشخاص اللي ما عندهم ريسك فاكتور من الهيلث كير وركر. كل المعلومات اللي احنا نتكلم عنها الان ترى هي راح تفيدنا باذن الله اثناء عمل التقييم في المنشاه الصحيه باذن الله إذا أنتم رحتوا تزورون هذه المنشآت الصحية. طبعاً هنا فقط وضعنا اللي هو الانتيفيرون جاما اللي هو يفضل إليه ساي، ويعتبر أنه يفضل، ولكن إحنا ما راح ندخل فيه بشكل مفصل. الإميونيزيشن مهم جدا انه يصير في عندنا دوكيومنتيشن للاميونيزيشن اوف الهيلث كير وركر داخل الامبلوي هيلث كلينك. لازم في عندنا تيستينج او سيرولوجي يتم قياسه للممارسين الصحيين داخل المنشات الصحيه. نتكلم عن الاتش اي في في بدايه اللي هو الوظيفه، نتكلم على الهيباتايتس بي فايروس، هيباتايتس سي، وايضا الهيباتايتس اي لبعض الكاتيجوري مثل اللي هو زملائنا اللي يشتغلون في الكوتشن فلا بد انه زملائنا يصير عندنا دوكيومنتيشن واضح داخل عياده الموظفين لجميع الممارسين الصحيين فيما يخص الاميونيتي تبعهم، الفاكسينيشن راح نتكلم عنه خصوصا في البلاد بورن باثوجين اللي احنا تكلمنا عنها، حنتطرق لهذه الاميونيزيشن طريقه قراءتها، وايضا متى يتم اللي هو عمل هذا اللي هو السيرولوجي. طبعا ذكرنا انه جميع البلاد بورن باثوجين حيصير في تحديد للايمنايزيشن اتش اي في هيباتايتس بي هيباتايتس سي والهيباتايتس اي الكاتيجوري المستهدفه فيما يخص الهيباتايتس اي، وايضا اللي هو السيرولوجي حيتم عمل سيرولوجي. لازم يصير عندنا مسجل نتكلم عن الروبيلا، نتكلم عن الميزلز، البريسيلا، مع الاسف انه يحدث عندنا اوت بريك داخل المنشات الصحيه ميزلز، نتاكد انه ولما نجي نشيك على التقييم داخل هذه المنشات نحصل اوريدي انه فولي ميت فيما يخص الميزلز والمامز والروبيلا، وفي الاخير يطلع عندي 19 20 حاله ميزلز، معناته التقييم خطا، اما الاوراق اللي موجوده داخل المنشات الصحيه هي فيك، او انه ريدي زميلنا ما بيعرف يقيم وقيم بطريقه خاطئه، فلذلك لازم نتاكد من توفر الدوكيومنتيشن ونقيم بالطريقه الصحيحه. الاميونيزيشن اوف الهيلث كير وركر داخل المنشاه الصحيه مهمه جدا، وهي تتحدد باكثر من طريقه، بعضها باستخدام السيرولوجي اللي احنا تكلمنا عنه. هنبدا نتكلم عن ايش الاميونيزيشن واللي احنا نحتاج نعملها، والفاكسينيشن اللي لابد يتم عملها للممارسين الصحيين في المنشاه الصحيه. اول حاجه عندنا الاميونيزيشن عن الهيباتيتس بي فايروس فاكسينيشن سكيدجول. نعرف احنا انه لابد جميع الممارسين ياخذون اللي هو الهيباتيتس بي فايروس فاكسين بيزد على اللي هو السيرولوجي لما يكون عنده هو مش اميون. الصوت واضح زملائنا؟ تمام. الاميون نعرف اول شيء زملائنا انه عندنا الفاكسينيشن هو عباره عن ثلاث جرعات تؤخذ على مدار 6 اشهر. الفاكسين تبع الهيباتيتس بي هو حيعطى
اي ام او انترا ماسلز، لازم الجرعه الاولى حنعطيها اللي هي الجرعه الاولى، بعده حيصير في جرعه ثانيه ريدي بعد شهر، الجرعه الثالثه حتعطى بعد 5 اشهر من الجرعه الثانيه. اذا لما احنا بنعطي الفاكسين هيباتيتس بي فايروس فاكسين واعطينا 3 جرعات بناء على اللي هو التايم او الوقت اللي ذكرناه خلال 6 اشهر، هنا بعدها احنا نحتاج نحدد الاميون ريسبونس. طبعا كل الاميونيزيشن او اغلب الاميونيزيشن اللي عندنا هنا حتيجي بيزد على السيرولوجي اللي هو تم عمله للممارس الصحي اثناء اللي هو التوظيف او قبل مباشره العمل داخل منشاه صحيه. لما احنا اوريدي نشوف السيرولوجي الهيباتيتس بي ماركر تبع او الهيباتيتس بي ويطلع هو من الاميون، احنا اوريدي ما راح نعطيه اللي هو اللقاح، لكن حنتابع بعدين نشوف يحتاج ريبيت ونتابع الاميونتي. لكن لما بنعطي اللي هو الفاكسين سواء كان هو ما عنده سيرولوجي سواء الناون الزميل للكير وركر، حنبدا نلتزم بالجدول هذا. وبعد اكمال ال3 جرعات حنعطي اللي هو حنشيك على الاميونتي تبعه. لكن هنا شيء مهم جدا نعرف زملائنا انه لما نشيك على الاميونتي لابد الاميونتي اور انتي بودي وي ويل بي تشيك افتر 6 to 8 ويك. واي؟ كوز فروم ذا كومبليتنج اوف ذا 3 دوز. ليش؟ لانه من الممكن ندخل في ريزلت تطلع عندنا بوزيتيف اثناء هذه الفتره اذا احنا اخذناها بعد التطعيم او اكمال اللقاح مباشره. لازم تاخذ من 6 إلى 8 أسابيع من اجل انه نتجنب انه تطلع عندنا بوزيتيف ممكن تدخلنا في اشكاليات انه هو مصاب او تعطينا فيك. هذا فيما يخص الهيباتيتس بي فيروس. طبعا لابد نعرف انه الانتي بودي بعد اكمال الجرعات التشيك حنبدا نقيسها عن طريق اللي هو نقيس اللي هو الليفل تبعها متى احنا حنعتبره هو اوريدي اميون. لازم نعرف معنا بانه في الانتي هيباتيتس بي سيرفيسز الانتي بودي شود بي 10 اور مور، لابد التحليل يطلع عندنا 10 ملي انترناشونال يونت بير مليمترز. هذا هنا نعتبره هو اوريدي كونسيدر از ميون. اوكي خلاص نو نيد فور انذر كورس اوف اميونيتي او انه نسوي اللي هو سيرولوجي تيستينج او فاكسينيشن مستقبلا. لكن الاشكاليه عندنا اور بروبلم اف وي جيف 3 دوزز اند اولسو افتر وي تشيك افتر 6 تو 8 ويك ات بيكيم انتي هيباتيتس بي سيرفيسز جت معانا ليس ذان 10 ملي انترناشونال يونت بير مليمتر، هنا نعتبره نيجاتيف ما عنده يونيتي هيز نوت اميون. نحتاج انه اوريدي we will be repeat the course of the vaccination for the hepatitis B virus again 2 to 3 doses. It's better to we will be give 3 doses. حنعطي اللي هو الكورس ثاني وحنرجع مره اخرى already نشيك على اللي هو الانتي بادي او الهيباتيتس او الانتي هيباتيتس بي سيرفيسز. في هذه الحاله اذا استمر معانا الانتي بادي ستيل ليس ذان 10 ملي او ملي انترناشونال يونت وي شود بي كونسيدر ذس هيلث كير وركر هي ويل بي اس سسبكتبل تو بي تو ذا هيباتيتس بي فيروس. ايفن اف يو ويل جيف هيم 10 كورس اوف ذا هيباتيتس بي فيروس فاكسين هي ويل نوت بي ميون. خلاص اذا اعطينا الشخص كورسين هيباتيتس بي فيروس ستيل الاميونيتي تبعه ليس ذان 10، هنا احنا حنعتبره اوريدي من السسبكتبلز ممكن اصابته في الهيباتيتس بي فيروس. لابد انه اوريدي ياخذ الحيطه الحذر، لابد انه اوريدي الشخص هذا اوريدي لما يتعامل يطبق الستاندرد بريكوشن بشكل صحيح
وايضا نركز انه اوريدي من الممكن لو تعرض لاي exposure for any patient with hepatitis B virus, we should be consider a need for الهيباتيتس بي immunoglobulin. هنا هنسجله عندنا already, ولابد يصير عندنا لستة راح نتكلم عنها فيما يخص اللي هو non-respond healthcare worker. الانفلونزا فاكسين, هذا الانفلونزا فاكسين معروف لنا جميعا, لابد يعطي الهيلثكير وركر بشكل سنوي, هي جرعة واحدة تعطى عن طريق اللي هو انترا ماسكولار. الميزة المام والروبيلا فاكسين هي لابد نعطيها لجميع الممارسين الصحيين, they should be giving for all healthcare workers without any documentation of serology that they have immunity or they have vaccination already. هنا لازم يصير في عندنا مثل ما ذكرت إثباتات سيرولوجي أو تحاليل تؤكد إما أنه هو إميون عندنا أو إثباتات أنه ريدي أخذ الفاكسينيشن. هنا إذا ما عندنا أي سيرولوجي evidence of the immunity, we should be giving two doses of the MMR. Between these two doses, it will have 1 month or 4 weeks. It will be giving as subcutaneous. جرعتين. الأسئلة أستاذ مريم بعد اللي هو انتهاء اللي هو المحاضرة, جرعتين ريدي للMMR بينها شهر. أيضا لابد أن نقول أنه حصل في عندنا للأسف بعض الأوتبريك في نفس الوقت كانت اللي هو documentation full limit. الشيكن بوكس او اللي هو الفيروسيلا برضو نفس الحكاية, لابد ان يصير عندنا السيرولوجي نتأكد انه موجود السيرولوجي, هذا في عنده نشيك على الاميونيتي تبعه, اذا عندنا اي دوكومنت ما يحتاج نعطي اللي هو الفاكسينيشن. but the healthcare worker who doesn't have or ما عندهم serology approved for the immunity, ما عندهم أي history of varicella disease, ولازم تصير documented already, هنا we should be give them two doses of varicella vaccine. between these two doses, it will be have 1 month, and also it will be give as subcutaneously. هذا فيما يخص اللي هو varicella أو اللي هو chicken. التيتانوس او المعروف بالتيداب, التيتانوس والدفتيريا والبرتوسس فاكسين نفس الحكايه, اذا ما عندنا اي دوكيومنتيشن للاميونيتي للهيلث كير وركر, هو عباره عن 3 جرعات انتراماسل تعطى 0 في البدايه بعد شهر وبعد او شهر الى شهرين وبعد اللي هو الاخيره خلال 6 اشهر. طبعا بس فقط المعلومه التيداب, وللأسف أنه يتم اللي هو النسيان هذه النقطة, أنه نعطي بوستر خلال أو كل 10 سنوات. وأنا أعرف أنه أيضا تعطى في الطوارئ بشكل مستمر, ليش؟ لأنه هي لازم تعطى if there is any exposed to the dirty wound and regardless of the last poster, يعني إذا في أي تعرض لأي بعض الديرتي وونت خصوصا في زملائنا في الطوارئ او الاقسام الجراحيه, بلا بد ان نعطي البوستر. المينينجوكوكال فاكسين هذا معروف للكل, لا بد ان يعطى لجميع الممارسين الصحيين, نعرف انه هو متطلب في الحج, فلا بد انه يتم اعطائه لجميع الممارسين الصحيين, لا بد ان يعطى الممارسين الصحيين اللي هم موجودين وراح يشاركون في الحج, وايضا الممارسين اللي هم يشتغلون المايكروبيولوجيست اللي هم دائما يشتغلون او يشتغلوا على اللي هو الايزوليت نيسيريا مننجايتس. طبعا هو سنجل دوز, ولكن في له نوعين, في له نوع ممكن يصير في ريبيت افري 3 ييرز, والنوع الاخر هو ريبيتد افري 5 ييرز. طبعا هذا فيما يخص اللي هو منجوكوكا. طبعا الجدول هذا موجود في CDC, وايضا موجود زملائنا
عند او في الامبلوي هيلث بروجرام، في دليل اللي هو صحه صحه او الامبلوي هيلث كلينك بروجرام دليل توفر فيه هذا الفاكسينيشن. هو يختصر لنا الفاكسين المهم جدا للممارسين الصحيين، يعطينا الانديكيشن وطريقه اللي هو الاعطاء والبوستر هل نحتاجه او لا. لابد انتم ترجعون تتاكدوا انه يتم تطبيقه بشكل صحيح داخل هذه المنشات الصحيه، ولازم انت تصير مطلع عليه عشان تعرف ايش هي الفاكسين اللي مهم احنا نعطيه للممارسين الصحيين. لان دائما انت لما تركز في الدوكيومنتيشن وتبدا تقرا وتناقش الزملاء لازم تصير مطلع على هذه المعلومات. الان نتكلم عن اللي هو المانجمنت. لو عندنا حدث اي اكسبوجر للهيلث كير وركر، نعرف انه المسؤول هي الامبلوي هيلث كلينيك، they are the responsible to follow up and management any exposure، ولازم انه يتم تطبيقه بشكل صحيح. طبعا هنتكلم عن البلاد بور باثوجين، if there is any exposure to the blood borne pathogen we'll be talking ان شاء الله عن ال HIV، الهيباتيتس بي، الهيباتيتس سي. طبعا نعرف احنا اوريدي انه البلاد بورن باثوجين هي فيروسات تنتقل عن طريق اللي هو البلاد، ولكن it can be also transmit من خلال اللي هي البادي فلويد او اللي هي other potential infectious materials المعروفه بال OPIM، اللي نتكلم عن السلايفا في الدنتال، نتكلم عن اللي هو البادي البلادي والبادي فلويد، الانبروتكتد اور انفيكسد تيشو، الميوكوس ممبرين، هذا كلها من ممكن تنتقل هذه الفيروسات عن طريقها. طبعا هي لو نشوف المود اوف ترانسميشن لها اما عن طريق دايركت اللي هو البانشر ووند، عن طريق النيدلستيك انجري، الكات ووند، عن طريق اللي هي الميوكوس ممبرين، نون انتاكت سكين، وايضا عن طريق الكونتامينيتد شارف. طبعا اللي حنتكلم عنه اليوم الهيباتيتس بي والهيباتيتس سي والاتش اي. لابد نعرف زملائنا بانه الهيباتيتس بي فيروس هو اوريدي افكت الليفرز او يصيب اللي هو الكبد، لكن في عندنا شيء مهم جدا انه البريفلنس او حدوث داخل الممارسين الصحيين او بين الممارسين الصحيين 10 اضعاف حدوث او انتقال الهيباتيتس بي سي فيروس انفكشن. مره اللي هو حدوثه يعني مره بشكل اكبر 10 اضعاف من الهيباتيتس بي فيروس. لكن ايضا لازم نعرف زملائنا انه هو ينتقل عن طريق الدايركت اكسبوجر تو البلاد اند اذر انفكشوس بودي فلويد. الهيباتيتس بي فيروس هو نركز عليه احنا بشده لانه انتقال مثل ما ذكرنا بشكل اكبر، ايضا يعيش داخل الانفايرومنت بشكل اكبر، وانتقاله تقريبا هو من النيدل ستيك انجري 30% من الممكن اللي هو نسبه حدوث الاصابه من النيدل ستيك انجري. في زملائنا اذا سمحتوا لنا، في احد يعرف كم من الممكن الفيروس الهيباتيتس بي فيروس يعيش على الانفايرمنت، كم ممكن الفتره اللي هو يعيشها خارج الجسم على الانفايرمنت؟ في احد ممكن يكتب لنا عن طريق الشات؟ اوكي اسبوع، شهر، 7 ايام، تمام برضو صحيح، اوكي 16 ساعة، لا يعطيكم العافية. طيب منظمة الصحة العالمية زملائنا ذكرت بأن الهيباتيتس بي فيروس can be survive outside the body for at least 7 day على الأقل. اوكي انه صحيح اللي هو وفاة، الله يعطيك العافية، على الأقل 7 أيام.
عشان كذا هو دائما انتقال الهيباتايتس بفيروس من انفايرمنت بشكل جدا مرتفع. تلاحظون مثل ما ذكرنا انه هو 10 اضعاف حدوث الهيباتايتس سي فيروس. طبعا الانكيوبيشن بيريد تبع 12 ويك او 12 ويك تقريبا، الانكيوبيشن مده شهرين. الكرونيك ليفر ديزيز تحدث بنسبه من 6 الى 7 من اللي هم الانفكتد هيباتايتس بي فيروس. الساين سيمبتومز معروف عندنا، فيفر، الاصفرار او المعروف بالجوندس، تعب، الابدومينال بين، هذه كلها من الممكن از ساين سيمبتومز في الانفكتد بيرسون. طبعا الانفكتد او الرينج تبع الانفكتد فور هيباتايتس بي فيروس احنا دائما نعرف انها كان بي 30%. يعني اذا عندنا ممارس صحي اوريدي جاءه نيدل ستيك انجري من هيباتايتس بي انفكتد بيشنت، اوريدي 30% ممكن نسبه اصابته. السيرولوجي اللي احنا نحتاج نعمله من اجل نحدد اذا عندنا زميلنا الممارس الصحي هو اوريدي مصاب او لا، وايضا نحتاج ان نعمله للسورس، هو الهيباتايتس بي فيروس ماركر. نتكلم عن تحليل يسمى بالماركر يحدد لنا الهيلث كير وركر او السورس اكيوت او كرونيك هيباتايتس بي فيروس. It is already immunity came from اللي هو infection ولا vaccination. وإذا ده عندنا susceptibility، هل هو معرض للإصابة أو لا. هذا هو الهيباتيتس ماركر أو الهيباتيتس بي ماركر، هي عبارة عن الهيباتيتس بي سيرفيسز أنتيجين، أنتيجين أو الأنتي هيباتيتس بي سيرفيسز، الهيباتيتس بي كور أنتيجين، وأيضا الانتي هيباتيتس بي كور، الهيباتيتس بي اي انتيجين، والانتي هيباتيتس بي اي. هذه كلها التحاليل هي عباره عن ماركر لابد انه يتم عملها للممارسين الصحيين. ولا ننسى زملائنا هذا اثناء اللي هو الاكسبوجر. وايضا الماركر ترى هو يعمل بالمناسبه في اعتقد لزملائنا او للمرضى وايضا الممارس فيما يخص اللي هو الهيموداليسيس. طبعا لما تقولوا ان ايش السبب انه احنا نعمل هيباتايتس بي سيرفيسز انتيجين، دائما يعطيني انه الشخص هذا اوريدي الهيلث كير وركر هي از انفكتد، اوريدي هي از اكيوت اور كرونيك هيباتايتس بي، هي ويل بي نوت جيف اس اف ات از اكيوت اور كرونيك. ما راح يحدد لنا اذا هو اكيوت او كرونيك، لكن لما يظهر عندنا هيباتايتس بي surfaces antigen او الانتيجين خلاص معناته البيرسون او الهيلث كير وركر هيز انفكتد. الثاني هنا عندنا اللي هو الهيباتيتس بي سيرفيسز انتي بودي، هنا بيظهر لنا انه هو ريكفري اميون، وايضا بغض النظر عن الريكفري نوع الريكفري او الاميونيتي، هل هي جت من إصابة أو already جت من vaccination، لكن يحدد لي إنه الرجل هذا أو الهيلث كير وركر عنده مناعة وهو إميون ضد اللي هو هيباتيتس بي فيروس. الآن صار عندنا تو سيرولوجي تكلمنا عنها، السيرولوجي الثالث الأنتي هيباتيتس بي سيرفيسز. أوكي لازم نعرف بأنه ذكرنا انه ريكفري، وايضا يعطيني انه سكسسفل فاكسينيشن اجينست الهيباتيتس بي. هذه اثنين سيرولوجي تكلمنا عنها مهمه جدا. الثالث عندنا هنا شيء يسمى بال اي جي ام او الاي جي ام انتي بودي تو هيباتيتس بي كور، اللي هو المعروف انتي او الاي جي ام انتي هيباتيتس بي كور. هذا لما يظهر معانا ونركز على اللي هو الاي جي ام، انه اوريدي دائما اذا كان الانفكشن حدث في خلال 6 اشهر حيكون السيرولوجي هذا ظاهر عندنا، فهنا يبين لنا انه الان اوريدي هو اكيوت انفكشن. فاذا الاي جي ام انتي هيباتيتس بي كور حيعطينا انه الشخص هذا
انه acute infection. معلش يمكن طمرنا اللي هو الانتي هيباتيتس بي كور، مهم جدا الانتي هيباتيتس بي كور زملائنا. هذا يظهر معانا متى onset of the symptoms in acute hepatitis B and raises for the life. الانتي هيباتيتس بي كور يظهر معانا مع الاصابه او العدوى بالهيباتيتس بي فيروس. حيستمر انتي هيباتيتس بي كور مدى الحياه، لكن لازم احنا نعرف بانه الانتي هيباتيتس بي كور يظهر عندنا فقط في الاصابه بالعدوى. يعني لما نعطي شخص فاكسين حيصير عندنا اميون، الانتي هيباتيتس بي كور مش حيصير متواجد، حيصير نيجاتيف. لكن لما نحلل الشخص ويعتبر اميون ويطلع عندنا الانتي هيباتيتس بي كور، معناته اوريدي هو اميون لانه اصيب وتشافى من الهيباتيتس بي فيروس، لانه الانتي هيباتيتس بي كور يظهر معنا في الاصابه ويستمر مدى الحياه. طبعا الاي دي ام او الانتي ذكرنا انه لما يظهر معنا هذا اللي حيظهر معنا في البدايه خلال الستة اشهر الاولى، وحي اوريدي يبين لنا انه هو اكيوت انفكشن حتصير خلال اللي هو ستة اشهر. الهيباتيتس بي اي انتيجين طبعا هو اوريدي بيعطينا يحدد لنا اذا هو اكيوت اور كرونيك هيباتيتس بي انفكشن. والانتي هيباتيتس بي يتكلم عن الريبليكيشن او اللوز اوف ريبليكيشن واللور ليفل اوف الفيروس في البطن. هنا راح نتكلم عن بعض الامثله اللي انتم حتشوفونها وتلاحظونها داخل اللي هو الامبلوي هيلث كلينيك. لما انتم تراجعون بعض الدوكيومنتيشن حتلاحظوا بعض اللي هو السيرولوجي، من ممكن تلاحظوا بعض الامثله. تكلم عن مريض، لو احنا عندنا مريض، المريض هذا اوريدي تم عمل السيرولوجي له، ولكن اوريدي حصلنا انه الهيباتيتس بي سيرفيسز انتيجين نيجاتيف والانتي هيباتيتس بي كور نيجاتيف، انتي هيباتيتس بي سيرفيسز نيجاتيف، ايش تتوقعون السيتويشن او اللي هو الاميونيتي، مستوى الاميونيتي او هي هو انفكشن او لا لهذا الممارس الصحي؟ ممكن احد يعطينا اجابه عن طريق الشات. محمد ابراهيم الله يعطيه الصحه والعافيه، صحيح دكتور اوريدي سبسكريبتبل. هذا دكتور محمد، هو دكتور محمد ابراهيم زميلنا من القصيم، صحيح؟ الله يعطيك الصحه والعافيه. سلوى تقول اصابه سابقه، لا ما عنده اي اصابه سابقه، لانه لو عنده اي اصابه سابقه وحنشوفها مستقبلا، اول حاجه حيصير عندي الانتي هيباتيتس بي كور نيجاتيف، وبناء عليه حنشوف اذا هو متعافي او انه اوريدي ستيل كرونيك. طيب هنا نتكلم لما يكون عندنا غير دكتور محمد ابراهيم الله يعطيه الصحه والعافيه، ما شاء الله على الدكتور محمد ابراهيم اذا هو زميلنا اللي من القصيم، كلكم زملائنا ذو خبره، ولكن الله يعطيك العافيه اللي هو ايوه الدكتور محمد ابراهيم. الهيباتيتس بي سيرفيس انتيجين عندنا نيجاتيف، الانتي هيباتيتس بي كور بوزيتيف، والانتي هيباتيتس بي سيرفيسز بوزيتيف، ايش تتوقعون؟ اوكي خالد يقول مناعة من إصابة، أشرف الكيلاني زميلنا الدكتور أشرف الكيلاني الله يعطيه الصحة والعافية يقول برضه immunity أو immune by natural infection. طيب خلينا نشوف. صحيح ذكر الدكتور أشرف وأيضا زملائنا، ترى أنا معليش تروح علي الأسماء فدائما ذكر آخر الاسم زي كذا.
خالد الحاج برضه ذكر انه اميون ديو تو ذا ناتشرال انفكشن، صحيح. وهذا احنا ذكرناه انه هيباتيتس بي سيرفيس انتيجين يعطينا اما اكيوت او كرونيك هيباتيتس، الانتي هيباتيتس كور مع السيمتوم يستمر مدى الحياه، والانتي هيباتيتس بي سيرفيس ريكفري اند اميونيتي بغض النظر كانت من مدى من فاكسين او اوريدي من اللي هو اصابه. طبعا هنا لما نتكلم عن الهيباتيتس بي سيرفيسز انتيجين نيجاتيف، الانتي هيباتيتس بي كور نيجاتيف، والانتي هيباتيتس بي سيرفيسز نيجاتيف بوزيتيف. محمد ريس اوكي، دكتور ريس يقول ميون ديو تو فاكسين. شكرا دكتور محمد، صحيح هو ميون ديو تو ذا فاكسين. انتم شايفين مثل ما ذكرنا لو كان هو ميون تو اصابه سابقه كان الانتي هيباتيتس بي كور ظهر معانا. طبعا السؤال هنا اوريدي لما الهيباتيتس بي سيرفيس بوزيتيف، الانتي هيباتيتس بي كور بوزيتيف، والاي جي انتي هيباتيتس بي كور بوزيتيف، والانتي هيباتيتس بي سيرفيس نيجاتيف، ايش تتوقعون؟ اوكي احمد ريس سلطان طرح اكيوت انفكتد، خلينا نشوف ايش تطلع. صحيح اتس اوريدي اكيوت انفكتد. كذا احنا لابد نعرف انه احنا نقرا السيرولوجي بشكل صحيح يفيدنا في طريقه القراءه، وهذه المعلومات تلخص اللي هو سيرولوجي اللي هو موجود. انا اخر مثال لما يطلع عندنا الان الهيباتيتس بي سيرفيس انتيجين بوزيتيف، الانتي هيباتيتس بي كور بوزيتيف، اي جي ام انتي هيباتيتس بي كور نيجاتيف، والانتي هيباتيتس بي سيرفيس نيجاتيف. غير دكتور محمد ريس، هذا دكتور محمد ريس. اوكي كرونيك، كرونيك خلينا نشوف. صحيح كرونيك infected. وهذا ايضا احنا حنشارككم المحاضره باذن الله، وايضا حنشارككم بعض المعلومات الاخرى اللي تهم في خصوص هذا الموضوع. صحيح مثل ما ذكرتم هي كرونيك infected. بالطريقه هذه احنا نقرا السيرولوجي بشكل صحيح. طبعا الهيباتيتس بي فايروس ما راح نطول فيه برضه، نتكلم عن انه اوريدي موست كومن كرونيك بلاد بورن باثوجين عندنا. دائما السرفايف احنا نشوف انه اقل الفيروس 16 hours but not more than 4 days اصابته الانفكتد from the needle stick injury or exposure it's يعني maybe 3% المكتوب 1.823% ممكن الاصابه عندنا. دائما نشوف الانفكتد عندنا هيباتيتس بي فيروس هي ممكن حدوث الإصابة 30%، الهيباتيتس سي فيروس تقريبا 3%. ساين سيمتومز الانكوبيشن بيريود تبعه 7 ويك. لازم نعرف ان الكرونيك ليفر ديزيز حتحدث في 70% اوف ذا انفكتد هيباتيتس سي فيروس. ساين سيمتومز مشابهة للهيباتيتس بي من الجوندس الفاتيج والهيديك الابدومينال بين. طبعا او التحاليل اللي احنا الدايجنوزس اوف سيرولوجي وي نيد تو بي دو ات از ذات هيباتيتس سي فيروس معروف بالاي اي او الاي اي اي هو الانزيم لينكينج امينوسايت، وايضا الهيباتيتس سي فيروس الار ان اي. الهيباتيتس سي فيروس الار ان اي حيعطينا اوريدي بريزن ان ذا بلاد اند هي ويل بي ديتكتيف اذا انفكتد or no. الانتي هيباتيتس سي فيروس A detected if the antibody تبع الهيباتيتس سي في اللي هو blood او الهيلث كير worker. الصوره امامكم توضح متى هو حيصير infected او متى resolved from هيباتيتس سي فيروس infection ولا early acute هيباتيتس سي فيروس if الانتي هيباتيتس سي فيروس وايضا hepatitis C virus RNA both negative, he is not infected. Only anti-hepatitis C virus EIA positive, it will be resolved
from hepatitis C virus infection if it is the opposite RNA positive early acute hepatitis infection, or maybe it's acute chronic infection in immune compromised person. Acute or chronic hepatitis C virus infection, it should be both positive. طبعا HIV برضه مثل ما ذكرنا انه يتم عمله في بدايه اللي هو التحاليل المهمه، ولكن في عندنا اكسبوجر للهباتيتس او للاسف HIV نعرف انه نسبته حدوث ريت اوف انفكشن 0.3% تقريبا نسبه حدوث الاصابه من النيدل ستيك انجري 0.3%. طبعا اوريدي تختلف اذا كان الاكسبوجر فروم نيدل ستيك انجري ات ويل بي افكتد بيرسنتج ميبي 0.3 اذا هي اوريدي از اكسبوجر يوخص من برين اي او نوز ات ويل بي 0.1 ات ويل بي ليس اف ات از اللي هو بروتكتد سكين. طبعا لو حصلت عندنا اللي هو الاصابه اوريدي لابد انه يتم اعطاء اللي هو او الانكيبيشن بيريد تبعه من 8 ل 10 سنوات. ساين سيمبتومز معروفه ويت لوز نايت سويتنج الفيفر المسل بين، هذه كلها تعتبر ساين سيمبتومز للاتش اي في. الاكسبوجر اللي يحدث عندنا ودائما يصير عندنا اللي هو اكسبوجر انسيدنس، او عندنا دائما يحدث عندنا اما نيدستيك انجري شارب انجري ميوكوس ممبرين انجري سبلاشز، هذه تحدث عندنا لابد انه يصير في عندنا متابعه لهذه الحالات. طبعا هي من ممكن تحدث في اي وقت سواء كان في اي قسم الاكسبوجر، لكن we should be know that في steps عندنا خطوات انه احنا نعملها اذا كان حصل عندنا اللي هو الاكسبوجر. الكي ورك اف هي هاف ان اكسبوجر لابد من انه في خطوات احنا عندنا نتبعها. اول شيء اذا كانت الاصابه عندنا نيدل ستيك انجري شارب انجري او اللي هو ميوكوس ممبرين splashes the eye and nose، هنا اول حاجه عندنا لما تصير needle stick injury or sharp injury we should be use soap and water to wash the exposed area. لما يصير في عندنا already needle stick injury مثلا flush exposed mucous membrane with water، وايضا يصير في عندنا flush the exposed eye with water or saline. ولكن في خطوات للأسف يتم تطبيقها من زملائنا وهي خطأ انه يتم تطبيقها، اللي هو من الممكن زملائنا انه يسوون انجكشن لنفس الإصابة يفكرون انه already راح يطلع الدم اللي هو already infected. خطأ، عصر منطقة الجرح او الwound squeeze the wound خطأ. فقط اللي عليك اذا كانت needle stick injury انت بتستخدم اللي هو soap and water wash the exposed area، اذا كان اللي هو او انه flush with the mucous membrane with water مثل الاي باستخدام الواتر والنورمال سلايد، وبعدها انت تحتاج تعمل report documentation incident ودايركت توجه الى اللي هو عياده الموظفين حيحولونك، حيصير في medical evaluation وبعدها حيصير في follow up للemployee exposure control plan بناء على source of اللي هو اللي هو المتعرضين له او مصدر هذه لدى. طبعا الريبورتنج في معلومات مهمه جدا لازم نعرفها، الخطوات الثلاثه البسيطه اللي احنا ذكرناها لابد جميع الممارسين الصحيين يعرفها، ولكن الريبورتنج لابد نعرف فيه معلومات كثير، لابد نعرف التايم date of the incident، the classification وظيفة الشخص المصاب، the location والمكان اللي حدث فيه الإصابة، the work practice اللي احنا هنعمل عليه،
نتكلم عن البروسيجر اللي اشتغلناها وايضا البي بي اي اللي احنا استخدمناها قبل لا نتعرض لهذه الاصابه. ليش؟ لانه كل الامور هذه حتفيدنا في تحديد اللي هو مستوى الاصابه، لانه التايب اكسبوجر ويل بي جيف اس كاتيجوري اوف اللي هو الترانسميشن اوف هيباتيتس بي ولا سي ولا الاتش اي في. عندنا في شيء اللي هو انجري، هل هي بريكوتينوس انجري، هل هي ميوكوس ممبرين اكسبوجر، نون انتاكت سكن اكسبوجر، هذه كلها برضو حتصير مذكوره في نفس الريبورت ولها خانات لانها تعتبر از فاكت. الانفكشوس ستاتس اوف السورس، المريض اللي كنا نستخدم هذه الاداه معه، هل الهيباتيتس بي سيرفيس انتيجين مستوى موجود، الهيباتيتس سي فيروس انتي بادي، الاتش اي في، susceptibility of an exposed person, our healthcare worker, what about his immunity? He is immune for the hepatitis B. He is already before infected hepatitis C virus or no? What about the HIV? We should know about our healthcare worker's susceptibility. البروفلاكسيس هذا هو بروتوكول موجود، هذا البروتوكول مشروح بشكل واضح في الأدلة الخاصة بالإنفكشن كنترول، وأيضا الأدلة الخاصة فيما يخص اللي هو صحة العاملين. طبعا ما راح أتكلم فيها بشكل مذهب، لكن لازم نعرف إنه الهيباتيتس بي لابد يبدأ البروفلاكسيس 24 ساعة ولا يتعدى اللي هو 7 أيام. الجدول هذا مرة مهم جدا إحنا عندنا لما نتكلم عن إنه صار عندنا حدث إصابة لممارس صحي ومن والسورس موجود عندنا. هنا لما تلاحظون في عندنا 4 حالات، كلام عن الهيلث كير وركر، susceptibility of the health care worker, the situation of the immunity of the health care worker, and also the post exposure testing, it is about our source or the patient, source patient, what about his immunity, and also health care worker anti-hepatitis B surfaces testing. ما راح نشرحه، will not be explained, you can read it, okay, but you should be know that أو مثل ما تلاحظون أول واحد responder after complete 3 doses and he is already immune, can see no need for any action here because he is already immune regardless of the source patient أو healthcare worker antibody. خلاص هو immune. قس على ذلك بقيه الحالات الموجوده. الهيباتيتس سي، اوكي، نو فاكسين مثل ما ذكرنا، في فقط الهيموجلوبين بناء على اللي هو التحاليل الموجوده عندنا. لابد انه نعرف احنا في عندنا بروتوكول انه اختبارات نسويها مستقبلا، بيس لاين انتي هيباتيتس سي، انتي هيباتيتس سي فيروس، انه يتابع لمده 4 إلى 6 أشهر حيصير في عندنا متابعة. الـ HIV برضو له بروسيجر معين ما راح نطول فيه، ولكن لازم نعرف بأنه إذا عندنا exposure to hepatitis أو HIV حيصير في monitoring أو متابعة لمدة 6 أشهر للممارس الصحي. حيصير في عندنا already baseline follow up حيصير 6 weeks 3 months and 6 months، ولكن لابد نعرف انه المريض او الممارس الصحي اللي تعرض اكسبوجر هيباتيتس او الاتش اي في او فيروس، اذا اصيب هيباتيتس زي فيروس حنمدد الفولو اب until 12 months. طبعا الان عشان ما راح ناخذ وقت طويل حنبدا نركز في موضوع الانفكشن كنترول اوديت. حنتكلم عن اللي هو الاليمنت بي 7 فيما يخص الاكيبيشن هيلث بروجرام. حاتكلم عن اعرف احنا هي 14 سب اليمنت حنبدا ناخذها بشكل سريع، وايضا حنتكلم عنها بشكل مبسط، لكن لابد زملائنا مثل ما ذكرنا انه احنا مستقبلا حنبدا اوريدي نراقب طريقه اللي هو
تقييم هذا المعيار لكل المنشآت صحيح. أول ستاندر عندنا هنا يتكلم عن documentational policy والبروسيجر. We should be have policy procedure in the hospital, in the employee clinic. You need to be sure that there is policy and procedure. لابد انه لما انت تحب تبغى تقيم هذا المعيار انه انت عندك policy procedure وانه في documentation موجود داخل المنشأة الصحية. البوليسي بروسيجر لازم تتأكد انها تتوفر على جميع العناصر الموجودة ونهتم فيها داخل الامبلويات الدنيا. البري امبلويمنت كونسلنج والبيس لاين سكرين لازم تتكلم عن الاميونيتي ستاتوس والفاكسينيشن فور هيلث كير وركر ات شود بي منشن ان ذا بوليسي اند بروسيجر. ريبورتنج هاو ذي ويل بي دو ريبورت هاو ذي ويل بي فولو اب اند هاو ذي ويل بي مانجمنت اوف اني اكسبوجر از وي اكسبلين لابد انها تصير متوفره. الاكسبوجر او سوري الورك ريستريكشن الاديوكيشن والتريننج بروجرام لازم عند زملائنا اديوكيشن تريننج بروجرام للاسف مش متوفر عندنا الاديوكيشن تريننج بروجرام في بعض المنشات فيما يخص الامبلويز التكنيك. والامور الثانيه تتاكد منها انه هي اوريدي بيزد اون ساينتفك ريفرنس تتكلم عنها اوريدي ساين باي اوثورايزد بيرسون ابروفد باي ذا انفكشن كنترول كوميتي وان اولسو ات از valid and updated to the 2 to 3 years. مرة سهل. It is very easy. You just need to be read the documentation. لابد أنت تقرأ البوليسي بروسيجر الموجودة والخاصة بالكبريشن هيلث بروجرام تتأكد من أنه جميع هذه العناصر متوفرة فيها. وبعد كذا أنت راح تقيم هذا العنصر. المعيار الثاني اللي عندنا هنا تكلم عن انه there is special clinic for employee health that is already provided pre-employment counseling and screening immunization post-exposure management and work restriction. لازم نتأكد انه they have detected clinic. لابد انه في متوفرة clinic عندهم. نتأكد من هذا الكلينيك تبع اللي هو already تبع employee health clinic. نشوف العيادة سواء كانت هي full time او part time بحدود 60% 3 أيام في الأسبوع أو تقريبا 4 إلى 5 ساعات بشكل يومي مقبول عندنا، لكن لازم عندهم عيادة وبتقيم فيما يخص هذا المعيار. تبدأ تناقش الزملاء عندنا داخل هذه العيادة لأنك أنت تحتاج تتأكد إن هذه الكلينيك هي already خاصة special for كلينيك. تتأكد أن الستاف تسأل عن كل الأمور اللي إحنا تكلمنا فيها. كيف how they will be determined the immunity status for the newly hired staff. You can ask the healthcare worker that they are work in the employee health clinic. How they will be report as we explained. What about the vaccine license? How about the coverage rate of the vaccine license? How they will be calculate this coverage rate of the vaccine? You will be chatting. You will discuss with them. تسألهم وتناقشهم عن بعض الأمور. تتأكد أنه في عيادة. في موظفين والموظفين هذين اوريدي هم مخصصين لعياده الممارسين او صحه العاملين وعندهم معلومات. وهذه بعض الاسئله تسأل. بعد كذا انت حتقيم. يعني سهل جدا الموضوع ما هو بصعب، فقط نحتاج نقرا فيه زياده ونعرف كيف نقيم هذا الصف. معيار او صف اليمنت 3 and 4 is talk about اللي هو ال baseline screening hepatitis B والhepatitis C والHIV وعن اللي هو TB والalso immunity status for اللي هو newly hired healthcare worker ال B hepatitis B والmumps والrubella وcovid 19. طبعا كل الامور هذه احنا تم شرحها في البدايه، هي تحتاج الى documentation ولازم تحتاج الى انك تراجع اللي هو ميديكال ريكورد تبع الزملاء الممارسين الصحيين اللي هي موجوده داخل عياده الموظفين وتعمل ستاف انترفيو. تتاكد انه عندهم بلان. They should be have plan protocol for screening. How they will be screened. Who will be screening for new employee for hepatitis B, C, HIV, TB. Screening data لابد عندهم screening data متوفره وموجوده عندهم. انت تسوي ريفيو for screening data. عندهم بلان وبروتوكول السسكيبتبلز ذات وي توك اباوت ات. يو شود بي ريفيو هاو ماني ذي هاف سسكيبتبل ستاف. الفاكسينيشن بروجرام يو نيد تو بي ريد ذا فاكسينيشن بروجرام. وات اباوت ذا فاكسينيشن اكتيفيتي
list of the group for different vaccination as we mentioned before for the influenza vaccine who's the targeted we should be known لابد نعرف انه critical area لابد انه healthcare worker work in the critical area then you should be have the influenza vaccine الهيباتيتس A okay or sorry الهيباتيتس B virus vaccine لازم تتاكد انه already يعطى مين يعطى فانت لازم تسوي ريفيو للدوكيومنتيشن البيز لاين اوف سكرينينج الاميونيتي اللي سترولوجي تكلمنا عنه اوريدي يو شود بي ريفيو اولسو الفاكسينيشن هذه كلها انت حتراجعها تتاكد انها متوفره از دوكيومنتيشن انها ايضا السيرولوجي هذا متوفر داخل اللي هو الملف تبع الممارسين الصحيين راندوملي يو ويل بي تيك ميديكال ريكورد فور سم هيلث كير وركر حتاخذ من الناس ملف بيع حتاخذ من اللاب لا نركز فقط على شو اسمه على التمريض حناخذ دكتور ميديكال فايل ميديكال ريكورد حناخذ اوريدي لاب تكنيشن اكس راي اوكي وي ويل بي ريد لابد عندهم بيز لاين سكريننج كوميونتي ايفيدنس السيرولوجي متوفر الفاكسين اليوم ما اخذوه شود بي ان ذا فايل هذه كلها لابد نحتاج انها تصير موجود You can do an interview with the staff. You can ask the staff and اللي هو identify susceptible staff regarding اللي هو hepatitis B, the measles, the mom, how they will be identify نفس susceptibles, how they can be or how they will be established اللي هو required vaccination program كيف يعملوه. ايضا نتكلم عن how they will be can do اللي هو proper documented different vaccination activity لا بد تتناقشوا وتسالهم اوريدي ومن بعد كذا انت حتقيم ممكن اذا انتم حابين معلومات اكثر ترجعون للانفكشن كنترول جايد لاين او الاوديت جايد لاين الدليل وتاخذون معلومات اخرى لكن لازم يتم التقييم زملائنا بشكل صحيح وايضا التقييم بشكل صحيح تأكد من أنه تقييمك يعكس اللي هو وضع منشأ الفاكسين هنا لما نتكلم عن اللي هو الفاكسين the influenza vaccine is administered annually to the targeted healthcare worker as per MOH recommendation documentation medical records of interview هتراجع list of targeted group for the annual influenza vaccine report the annual report for the employee health clinic they should be have annual report and this in this annual report لابد انه يصير فيه including عندنا لل influenza vaccine coverage all او overall coverage rate للانفلونزا vaccine total health care worker موجود عندنا في المنشأة الصحية وكيف قاسوا الكفر rate هتحتاج تشوف medical record for different category As we mentioned, three or four healthcare worker file or medical record. تحتاج تسوي check for the evidence. The annual influenza vaccine, they have it or no. The vaccine license. Also, you should be check if it's valid or no. You need to do اللي هو تعمل staff interview. تسأل الستاف interview بشكل مختلف category. تسألهم what is the last vaccine you take it influenza what about the vaccine card you have the license حتراجعها وبعد انت تبدأ تقيم المعيار بالطريقة اللي هو مناسب لك صفر واحد لأنه بتحط التقييم نتكلم الآن عن اللي هو B7.6 newly hired healthcare worker are screening for TB open contracting with اللي هو PBD based test the test is repeated annual for those who are non-reactive and PBD based test conversion rate are monitored and calculated واضح تحتاج تراجع الـ overall coverage rate for اللي هو PBD based TB screen test List of targeted group الناس اللي already تم عمل لهم
السكرينينج تيست او اللي هو هيباتيتس بي تيست وما عنده نون رياكت كير وركر، خلاص حلازم يصير في عنده لسته مسجلها عنده. الانيوال ريبورت لازم تصير هي اوريدي مسجله داخل اللي هو الانيوال ريبورت، حيعطينا شيء يسمى اللي هو الكونفرجن ريت. لابد نعرف انه الكونفرجن ريت هو مدى استقلاب الحالات من نون رياكتيف الى رياكتيف، واصبح عندنا انفكتد لازم عنده كفرج او الكونفرجن ريت. انت تبدا تشيك على هذه الدوكيومنتيشن ميديكال ريكورد، يو نيد تو دو ات از راندوملي ريفيو 3 4 5 ميديكال ريكورد، حتشوف او تسوي تشيك اللي هو الايفيدنس اوف البيس لاين بي بي دي بيس تيست موجود ولا لا، نون رياكتيف يو نيد تو بي تشيك فور ذا ايفيدنس ان انيوال. لما انت تطلب تشوف لي ملفات list of targets to group that they are non-reactive, you can be asked any name او تسأل عن اي اسم من هذه الممارسين الصحيين، تطلب الملف تبعه وتشوف الملف ملفين من non-reactive، تتأكد انه بيتم عمل لهم بشكل سنوي، حتى فيها staff interview. كيف انت بتسوي prepare list of targets to group؟ بجاوب تسأل عن history، اذا عندكم احد سابق اخذ البي سي جي vaccine baseline، تتكلم عن calculation كيف يسووه، طريقة calculation لل PBD based test conversion rate. هذه كلها already حطيناها as a hint لك بسيط، ولكن لابد ترجع انت للدليل انه انت تبدأ عشان تقرأ بشكل اوضح، تبدأ تقيم بالطريقة الصحيحة system او اللي هو implemented system. They should be have implemented system for reporting, follow up and management of sharp or needle stick injury and blood bone fluid exposure, reporting active and going. Okay, معيار 7.7 7.8. تحتاج هنا documentation medical record with staff interview. حتشوف documentation if they have any exposure any healthcare worker عندهم فور. اغلب المنشآت يستخدمون الابي نت 4، ريفيو ذا ابي نت 4، ريفيو اول ذا ابي نت 4 لاست 6 مانث، او اذا كان عندهم فورم خاص فيهم. لكن تحتاج تسوي له ريفيو تشوف عن انه عندهم الاون جوينج او اكتف ريبورت، تشوف التايم النيدل ستيك انجري متى حصلت، الريبورتنج متى كتب، الريزلت متى طلعت ومتى اوريدي طلبت، الميديكال ريكورد تبع الستاف اللي صار في عنده اوريدي فولو اب، يو نيد تو بي تشيك دوكيومنتيشن انسايد ذا هيلث كير وركر ميديكال ريكورد، لازم تتاكد انه موجود الفولو اب والمانجمنت البروفلاكسس شود بي ان ذا فايل اوف ذا هيلث كير وركر. الفاكسين والسيرولوجي حتصير موجوده بيزد على السيرولوجي، الفولو اب سيرولوجي تيستنج حتصير موجوده داخل هذا الملف، وحتى تتاكد تشوف انت ممكن تشوف انه تسال عن نيدستيك انجري، بتشوف المرضى اذا عندهم نيدستيك انجري، او اسف احنا نتكلم عن مرسي صحي، مرسي صحيين شو تشوف اللي هو الاوراق طبعا تتاكد. سوي انترفيو مع الستاف، عندك نيرس لاب تكنيشن دكتور، ايش تسوي؟ وات يو ويل بي دو اف يو هاف نيدستيك انجري؟ يو شود بي نو ذات ذا هيلث كير وركر know about the three steps about if he have any needle stick injury. He should be know that he will be go directly to the employee health clinic, medical evaluation, reporting. You know all of these steps. Also, you need to be asked to tell the employee health clinic staff, ايش يسوي؟ كيف هم حيسوي reporting؟ كيف طريقة المتابعة؟ فيما يخص إذا حصل عندك needle stick injury، تسأل عن الفورم. كيف الكونسلتيشن هذه كلها انت تسالهم، تسال اللي هو زملائنا الممارسين الصحيين اللي هم موجودين اللي هم داخل عياده الموظفين. 9.1 الامبلويز كلينيك ريجولار مونيتورينج ديفرنت تايب اوف هيلث كير وركر اكسبوزد and recommended corrective action to prevent recurrent device safety mechanism
سلسيفه نيدل، هذه كلها اكويبمنت انستول. انت حتراجع الدوكيومنتيشن، حتشوف الانيوال ريبورت، حتشوف تبع الامبلوي هيلث كلينك، اند يو شود بي تشيك اف ذي ار فوكسنج على اللي هو الديفرنت تايب اور نو. وي هاف نيدل ستيك انجري، عندنا ميوكاس ممبرين اكسبوجر سبلاتز، تشوف اذا في عندنا اي تشينج في الاكسبوجر، في انكريزنج في الريت، هل في عندهم كوركتيف اكشن بلان اور انترفينشن اور نو. They should be have corrective intervention for the different type of healthcare worker exposure. And you can check they have any changing in the policy and procedure regarding this needle stick, this exposure or no from the corrective intervention. لازم تشوف ان في عندهم تدخلات. هذه التدخلات already عملت من اجل انه خفض معدل اللي هو الاكسبوجر. اقرب مثال عندنا مثلا الاوريدي انه حصل في عندنا اكثر من اصابه نتيجه انكسار التيوب في اللاب، لان هي اوريدي كانت مصنوعه من اللي هو استخدم اللي هي الزجاج. من احد الكوركتيف بلان اللي كانت موجوده اللي هو تغيير التيوب اللي موجود في اللاب الى اللي هو البلاستيك. اوكي انا اعطيك بس كمثال، هل في انتر اكشن ديفايس المذكور سيلف تيث؟ هل هم حيستخدمون، هل في ديفايس عندهم، هل اكويبمنت؟ Infection Control Committee they discuss the discussion of اللي هو different type of exposure or no. الفيدباك عندهم فيدباك كيف الكوركتيف، هل هي فعاله، الريت بعد ينزل، وردي انت بتسوي اللي هو intervention مع الستاف، ريت different exposure، هل هم يعرفون different rate for different exposure، هل هم اوريدي بيجيهم فيدباك continuous اللي هو communication من الامبلويز كلينك كنترول البوليسي بروسيجر، هل عندهم اي خبر انه كان في تعديل، هل تم توفير بعض الاجهزه الخاصه المساعده على تساعد على اللي هو خفض معدل اللي هو الاكسبوجر او الاصابه. هذه كلها نحتاج نبدا نسال الزملاء فيها وبعدها نقيم. الابديتد ميديكال ريكورد لابد يصير افاليبل داخل الهيلث كير وركر ستاف اللي هو في سبورتيف سيرفيس الكيتشن لاندري هاوس كيبنج. لازم في ملفات موجوده لعمال اللي هم يشتغلوا خدمات اللي هم مسانده المطبخ المغسله هاوس كيبنج موجوده في الامبلويز كلينك. معليش لا حد يجيني يقول لي موجوده في الشركه المسؤوله عنهم، لازم وجود بيهاف كوبي عند الليست of all healthcare worker staff اللي يشتغلون في هذه الوظائف supportive service. موجود الليست اوف ذا هيلث كير وركر عند الامبلويز كلينك، ميديكال ريكورد موجوده، سكريننج موجود فيها، الاميونيتي موجوده، الادمنستريشن موجوده، الفاكسينيشن بوست اكسبوجر فولو اب موجوده. معليش انا اتكلم بكل صراحه، لما تجي تقول انه الملفات كلها عند الشركه المشغله، ولما يصير في نيدل ستيك انجري عندي حيصير يتابعونه داخل الامبلويز كلينك، لازم عندهم ملف. فانت بتقيم بالطريقه هذه، بتشوف سكريننج والامونيزيشن بوست اكسبوجر مانجمنت داتا كيبت في الهيلث كير وركر ميديكال ريكورد. شيك على الميديكال ريكورد، تشيك 3 تو 4 امبلوي ميديكال ريكورد، بي شور ذات اول ذيس دوكيومنتيشن انسايد ذا فايل. سكريننج سيرولوجي اميونيتي، إذا عندهم أي بوست اكسبوجر فولو اب مانجمنت موجودة داخل الملف. الريجولار تريننج اكتيفيتي موجودة، ار اوريدي ذا اللي هو ذير ار ريجولار تريننج اكتيفيتي فور امبلوي هيلث بروجرام. اوكي اوريدي موجودة عندنا اكتيف انيوال اديوكيشن تريننج بلان فور ذا امبلوي هيلث بروجرام تارجتنج الهيلث كير وركر. هنا معليش الله لا يهينه حبيبي الامبلويز كلينك يسوي لنا برنامج تدريبي اوكي للممارسين الصحيين. دوكيومنتيشن يو شود بي تشيك ذا انيوال ريبورت، وات از ذا ادوكيشن تريننج ذي هاف، ليست اللي عندهم، تارجت جروب، الليكتشر اللي هم قاعدين يسوون، كومبوننت اوف اليمنت اوف الادوكيشن اللي عندهم، بيرسونال بروتكتيف اكوبمنت، دونينج دوفينج، Transmission-based precaution,
نيدل ستيك انجري او اللي هو الاكسبوجر مانجمنت فاكسينيشن، كل هذا they should be including in the education. ولازم تسوي randomly review personal file وتتأكد انه موجود عندهم هذه اللي هو التريننج، موجود في خطة تدريب واضحة، there is a training program clear from the employer at the clinic. شوف الستاف انترفيو، تسألهم تسألهم عن طريقة اللبس وخارج المعدات والقاعات الشخصية، هل تلقيت already تدريب من زملاء في الامبلوير ات كلينيك؟ ايش تسوي اذا صار عندك بوست اكسبوجر نيدل ستيك انجري او الايس بلاشز؟ كيف تسوي الريبورت؟ كل هذه اسئله تبين لك انه مع الدوكيومنتيشن اللي تقدر تسال انه اوريدي موجود. لازم عندنا تشوف تراجع الليست حقت اللي هو المحاضرات اللي قاعد يسويها مثل ما ذكرنا بي بي اي ريسبيرتوري بروتكشن ان 95 البوست اكسبوجر ريكومندد فاكسينيشن الورك ريستكشن مره مهم جدا، وحتى لازم يضرب عندنا داخل التريننج بروجرام تشيك ذا تريننج بروجرام افتر ذات يو كان ايفالويت ذيم. لا تقرا جاست كيد رابلي اوريدي اونلي وان ذا فيرست ذا سكند بيبر فروم ذا بلان اند يو جيف ذيم فول مارك. ريد يا اخي، تكفى يا اخي اقرا، تاكد انه مكتوب بطريقه صحيحه. الهيلث كير وركر او الاكسبوز هيلث كير وركر ار ايزوليتد وين نيدد. Recommendation, okay, or in their home or in a defined room at the hospital. Information, documentation, and then already start. أول شيء لازم نعرف زملائنا ونتأكد منه إنه already أنت تتأكد إنه عندهم located room محددة للستاف. الستاف هذا already إنه غرفة. isolation للستاف اللي هم من الممكن انه اشتبه فيهم اصابه مرض معين احنا نحتاج اللي هو نهزمهم. متوفر عندهم availability of located room and staff accommodation for home isolation، ولازم تصير adequate ventilated with separate condition system and toilet. ما عندهم اللي هو availability of the room they should be have the روم داخل الهوسبيتال فور ايزوليشن. تتاكد تسوي انترفيو مع الستاف، تسالهم ديفرنت كاتيجوري ديفينيشن اوف ايزوليشن ان ستاف اكوموديشن. لابد يعرفون بانه احنا وي شود بي ايزوليت الستاف اونلي اللي هو ستيبل، هو كلينيكال ستيبل هيلث كير وركر. ايزوليشن ذس ويل بي دان اونلي فور اللي هو اور ابلايد فور كلينيكال ستيبل هيلث كير وركر اللي حيصير في ايزوليشن. توتال روم كم عندهم غرفه؟ هم مخصصينها الى اللي حتصير فيها ايزوليشن للستاف. كيف يتعامل مع الهيلث كير وركر اندر هوم ايزوليشن؟ هذا كله انت تتاكد انهم يتم بالطريقه الصحيحه وبعدين تقيم اللي انت شفته. اخر عندنا معيار اللي هو ابروفد ناشونال and MOH protocol for work restriction is strictly applied. اعرف work restriction مره طويل اوكي، ويتكلم عن امراض كثيره وصعب انه احد يحفظها. لازم يصير هو documented، موجود الwork restriction policy موجوده بشكل كامل. لازم تتاكد ايضا من restriction for، هل هم already بيعملوا list اللي هو هو restriction formats will be done. هتشيك إذا في عندهم أي exposure last 3 to 6 months for the healthcare worker. هتشوف the restricted form عبوه بشكل صحيح. هتشوف اللي هو medical report, investigation والtreatment report تتأكد، وبعدين تشوف إنه كم مدة العزل اللي هم عزلوا based على the MOH guideline، وهي موجودة متوفرة في جميع اللي هو في موقع الاداره، موجوده في الجي سي سي الورك ريستريكشن. تاكد انه طب وكيف الهيلث كير وركر بعد ما يخلص فتره العزل هي ويل بي ريتين باك تو ذا تو ذا ورك، اتس ويل بي جو دايركت ولا لازم في عندهم ميديكال اسسمنت وبعدين اوريدي حيرجع. هتسالهم زملائنا عن طريقه كيف يسوون الريبورت مانجمنت والفولو اب. هل فيزيشن اوريدي لما يكون عندنا فيزيشن اوريدي اكسبوزد ميرس كوف ايش حنسوي؟ هل نعزله؟ متى نعزله؟
طيب اذا كان عندنا susceptible nurse already who exposed positive patient with measles when will be restricted from the ward when he will be retained which is السرولوجي اللي نحتاج نعمله الاوبن pulmonary تي بي كل الاسئله هذه انت تقدر تسالها لزملاء وبعدها انت حتقيم اللي هو هذا المعيار. الله يعطيكم الصحه والعافيه طولنا عليكم انتم سيارنا اعتذر حاولنا نشرح بشكل مختصر ولكن يعني نعطي بعض اللي هو الستاندرد المعايير تبعها. اذا في اي سؤال احنا جاهزين طبعا اللي هو السؤال احتاج انه فقط اللي هو رفع اللي هو اليد. في أي سؤال زملائنا؟ زملائنا اذا في اي سؤال فقط ارفع يد عشان نفتح لك المايك. تفضلي دكتورة فاطمة. حياك عادل، كيف حالك؟ اهلا وسهلا. بس كنت أبغى أسألك بخصوص معيار 13 اللي هو بالنسبة لغرفة المحددة لحجز الموظفين. هذه أيام كورونا كنا نطالب المستشفيات إنه أجيهم وتكون في غرفة محددة في السكن للموظفين، حاليا هل لازم تكون موجودة الغرفة ولا لا؟ طيب احنا الان هو الكوفيد 19 هو مرض يعتبر من احد الامراض اللي هو ناشئه ومستجده. طيب لو صار عندك ميزلز ايش بتسوي بالهيلث كير وركر؟ لأنه لو أكون معك صريحة، سابقا كانت موجودة ولكن حاليا ما أتوقع أنها موجودة. صار عندك اي مرض يحتاج انك تعزلي الحين في الممارس الصحي عندك شغال في قسم العنايه المركزه وين حتودينا؟ احنا نعرف انه اوريدي جميع اللي هو سكن الممرضين اللي هو اوريدي عندنا اوريدي هو شيرنج روم. اوكي وين حتودينا؟ طيب لو قلت غرفه عندك تفضلي. لو قالوا لي المستشفى انه قالت لي احنا لو صار عندنا حاله ممكن نستخدم الغرف العزل الموجوده عندك في المستشفى نزوله كمريض. انا قلت لك هنا اوريدي انه اوريدي لو كانت هي غير متوفره ومذكور ذا في المعيار بشكل واضح انه في عندنا غرفه محدده داخل منشاه صحيه ممكن نعزل فيها. بس غالبا تقول لك ما في شيء محدد، اذا ما قالت لي ما في شيء محدد انه مثلا الغرفه فلانيه حتكون مثل غرفه 101 حتكون لو صار حاله مرض موظفين نستخدمها. تدري ايش مشكلتنا؟ مشكلتنا انه هو عندنا ما حتى يبغى هو مو قادر يحدد حتى غرفه. اوكي فعلا ما يكون صلاحي انه يحددوا لي، فايش الاشكاليه؟ اوكي قيميهم بشكل نوت فولي ميد اوريدي بالطريقه المناسبه لك وحط الكومنت هذا انه ما في غرفه محدده. تمام يعطيك العافيه. في اي سؤال؟ تفضل دكتور هاشم. السؤال زملاء طبعا السؤال يصير في اطار محاضره بعد اذنك. دكتور هاشم تفضل. عليكم. تفضل دكتور هاشم. السلام عليكم. عليكم السلام. زميلكم دكتور هاشم جاك. بسال استاذ عادل بخصوص التيبرتلين سكين تيست. If the duration or the reaction it is more than 10 and after I do another confirmation test which is finally it is negative, the patient negative but the duration more than 10 can be calculated in the conversion rate or not? This is my question. شوف اول شيء دكتور انت ليش conversion rate؟ هل هو الديوريشن انت حسبته as infected الحين؟ انت لازم تمشي على الكاتيجوري.
الكاتيجوري اللي تتكلم عندك هنا انه الناس اللي ما عندهم اي ريسك فاكتور الديوريشن عنده تبعه لابد يصير انه عنده مور ذان 15 اوكي 15 واكثر فقط المايكروبيولوجي اللي يشتغلون على اعتقد اللي هو المايكروبيولوجي محدده في الجدول اللي احنا ذكرناه اذا كانت 10 واكثر ذكرنا ايضا اوريدي انه الكونفرجنج ريت للناس اللي اوريدي اصيب في اي سؤال اخر زملائنا لازم زملائنا اذا سمحتوا لنا لازم التقييم ناخذه بشكل جدي ارجوكم لازم يؤخذ بشكل جدي انتم اثنين يطلعون الزياره التقييم two person for the visit لما احنا نطلع بتقييم خاطئ في نفس الوقت حدثت عندنا مشكلة تنافي الريبورت مشكلة كبيرة عندنا انه زملائنا يقيموا معيار لانه already fully met okay and after that they will be have outbreak between the healthcare worker for measles or chicken pox or any infectious disease okay and at the same time They give fully met for the documentation, serology, immunity. It's a shame والله to which will be happening. لازم نتأكد انه ريدي نقيم بالشكل الصحيح. انا راح اركز على النقطة هذه لين حتى نهاية اللي هو المحاضرة من اجل انه نهتم في موضوع اللي هو التقييم. Also I promise you from today ان شاء الله we'll be review all the report for the employee health program. في اي سؤال زملائنا؟ المحاضرة وأكثر شاكر مقدر لكم الله يعطيكم الصحة والعافية كان معكم زميلكم عادل سليمان من الإدارة العامة لمكافحة عدم المنشآت الصحية شكرا لكم زملائي مرة أخرى